بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى كتاب بيان ليغي كومبخوند لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد توقفنا عند لا لاتر أم، ثم رأينا هذه الصفحة إلى أن وصلنا إلى هذه الكلمة الأخيرة كما نلاحظ عندنا لا مير، لا مير الأم. إذن هنا سنرى فهذه الفقرة، سنرى هذه الأسماء التي عندنا هنا. إذن أولا عندنا لا موتو، لا موتو سي كوا لا موتو؟ إذن ماذا نعني بكلمة لا موتو؟ طبعا لا موتو الدراجة النارية، إذن نقول لا موتو. إذن موتو، موتو لا نقول لا موتو. حتى في النطق لا موتو تأتي أحسن كما نلاحظ. وفوق هذا نحن سنتدرب على هذه الكلمات، نقول لا موتو. ثم عندنا لا دام، لا دام، دام، لا دام سيدة. إذن عندنا لا موتو ثم لا دام، لا دام، لا دام، لا دام. ثم عندنا ميغو، ميغو. طبعا رأينا هذا الاسم فيما سبق، إذن ميغو. ثم عندنا كلمة لو دومينو، لو دومينو، لو دومينو، لو دومينو. ثم عندنا كلمة ميكي، ميكي. هذا القط يسمى ميكي، أما القط فيسمى لوشا، لوشا، لوشا. طبعا سي اش تنطق كالشين، طبعا في اللغة الفرنسية ليس هناك شين. طبعا الحل الموجود هو أن نضع سمع اش فتعطينا هذا الشين. إذا نقول لوشا، نقول لوشا، أو نقول لا شات. عندنا دوطي هنا، عندنا دوطي يعني القطة، لا شات، لوشا القط. طبعا نضع لو، ثم عندنا لا للمؤنث، ثم لا شات القطة. طبعا هنا عندنا القط يسمى ميكي. طبعا الذي يهمنا هنا هو قراءة الاسم، إذا عندنا ميكي، ميكي. ثم عندنا لو متر، لو متر، لو متر. إذا نتكلم عن المتر، المتر، تنتكلم على المترو، المترو يسمى لو متر، لو متر. طبعا لا نتكلم عن السيد أو الأستاذ إلى غير ذلك. طبعا نكتبها هكذا لو، لو متر، لو متر. أي هنا عندنا أو أكسون غراف، في هاد البلاصة هنا عندنا أو أكسون غراف، عندنا غادا لهاد الجهة أو أكسون غراف. إذا طبعا هذه المقصود بها المتر، ولكن لو متر اللي تتكتب أي هذه المقصود بها السيد أو الأستاذ أو المعلم إلى غير ذلك. إذا نقول لو متر. الذي يهمنا هنا عندنا لو متر، لو متر. إذا كأن هاد أخ تميل إلى الخاء، طبعا تأتي بعد الطي، إذا طي إر أو تنطق تخ، لو متر، لو متر. ثم عندنا لا طومات، شفنا عندنا الطي أو تنطق طو بحال موطو. إذا هنا عندنا طو، لا طو. ثم عندنا الطي أو تنطق ت، عندنا دو طي هنا، هنا تتنطق بحال الطاء، هنا تتنطق بحال الطاء، وهنا تتنطق بحال التاء. شوفنا لا طو ما ت، لا طومات. إذا نتكلم عن البندورة أو الطماطم، لا طومات، لا طومات، طو ما ت. إذا نتكلم عن
la to mat. La tomat. إذا نتكلم عن البندورة أو نتكلم عن الطماطم. ثم عندنا لا بوم. لا بوم. عندنا هنا دوزيم ماشي ام وحدة. طبعا نقصد بهذه الكلمة التفاح. لا بوم المقصود به التفاح. إذا لا بوم. لا بوم. لا بوم. لا بوم. لا بو. عندنا بي هنا ماشي بي ماشي بي بحال كلمة لابال هذيك فيها بي. هنا عندنا بي مخففة نقول لابال. هنا عندنا بي بي عندنا هاد الباء كما نقول مشددة. إذا نقول لا بوم. لا بوم. ننتقل إلى هاد الأسماء التي عندنا هنا. عندنا م. طبعا هاد م فآخر الكلمة كما قلنا تصبح وكأنه عندنا ميم مع السكون. نقول لا دام كما عندنا هنا لا دام. لا دام. م م. إذن هنا كأننا نقول م م. لا دام. لا دام. ثم عندنا لا بوم. لا بوم. إذن نتكلم عن التفاح. التفاح يسمى لا بوم. ثم عندنا ام ا تنطق ما ما كما عندنا هنا نقول ماغي. نتكلم عن اسم اذا الشخص يسمى ماغي. ماغي. ثم عندنا مادام سيدتي. مادام. اذا لادام السيده مادام سيدتي. مادام. مادام. ثم عندنا ام او تنطق مو مثلا كلمة لا موطو. لا موطو. إذا عندنا هاد مو كما تلاحظوا هنا لا موطو. لا موطو. لا موطو. لا موطو. ثم عندنا كلمة لو مو. لو مو. هنا ما تنطقوش لو موت بل نقول لو مو. لو مو المقصود به هي الكلمة. لو مو هي الكلمة. إذا عندما نتكلم عن لا بوم إذا كلمة بوم ستمو. الكلمة في اللغة الفرنسية هي كلمة مذكرة. نقول مثلا ميكي إتامو. إتامو. إذا ميكي هي واحد الكلمة. لو مو المقصود بها الكلمة. لو مو. لو مو. ثم عندنا مي. مي. كما تنشوفوا عندنا ام او اكسون غاف. إذا طبعا فيها بعض الإطالة. إذا نقول لا مير. لا مير. الأم. لا مير. الأم. ثم عندنا ما مير. أمي. ما مير. طبعا هنا ما رب بوحدها تنكتبو ما بوحدها. نتكلم عن شيء ما يعود لي. ما مير. نقول مثلا سي ما موتو. سي ما موتو. سي ما موتو. نقول مثلا سي ما موتو. إنها دراجتي النارية. سي ما موتو. إنها دراجتي. طبعا هنا عندنا ما مير. إنها أمي. سي ما مير. إنها أمي. ولكن هاد مدام هي سيدتي. ولكن أصبحت تكتب في اللغة الفرنسية مشتركة. على عكس هذه. هذه عندنا هنا نتكلم عن ما مير. طبعا ما لوحدها نقول ما غاقل مسطرتي. ما لوحدها ثم غاقل كلمة مسطرة. إذا المقصود بها مسطرتي. ولكن هنا عندنا ما دام في اللغة الفرنسية تكتب مشتركة. ثم عندنا ديمو كما تلاحظون هنا مو كلمة. إسي أون ديمو. هنا عندنا كلمات افيك مي. افيك مي. إذا عندنا كلمات بي مي. إذا عندنا كلمات بهاد الكتابة مي ام اي انها تتضمن ام اي. الوغ لا اون ديمو افيك مي. افيك ام اي. إذا هنا عندنا كلمات ديمو اون ايسي ديمو. فوالا لو بروميي مو لو دوزيام مو اي لو تخوازيام مو.
est le troisième mot. إذا الكلمة الأولى، الكلمة الثانية، الكلمة الثالثة. Ces mots comprennent MI. إذا هذه الكلمات تتضمن MI. إذا le premier mot Rémi. Rémi. إذا عندنا Rémi. إذا كما تلاحظوا عندنا Ré. طبعا هذه قصيرة. سنضع هذا الأكسون أيغو Ré. ثم عندنا Mi. ثم عندنا مينا. 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 إذا عندنا هاد مي. عندنا مي. ثم عندنا ان ا. إذا ننطقها مينا. ثم عندنا ميغو. 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 أبخي هنا مي. مي. طبعا هنا عندنا مي. بحال هنا لا ميغ. هنا عندنا مي. أنها تكون قصيرة شيئا ما. أنها تكون قصيرة. إذا عندنا هاد أكسون إيغو. إذا نقول مي ميغ. مي ميغ. مي ميغ. طبعا هاد مي ليس لها معنى في الحقيقة، فقط وضعت هنا لتقرأ. وضعت هنا فقط لتنطق بشكل صحيح. وضعت لتنطق فقط بشكل صحيح. لكن كلمة ميغ تعني الأم. مي ميغ. ثم عندنا voici كما رأينا فيما سبق. voici ها هو أو ها هي. ها هو أو ها هي. voici ma mère. ها هي أمي. voici ma mère. ها هي أمي. ثم رني à ma balle. رني à ma balle. هل تتذكرون هدأ؟ رأينا فيما سبق مينا أغي. رأينا هد الكلمة مينا أغي. قلنا بأن هدأ بأنه لو فيرب أفوار. بأنه لو فيرب أفوار. قلنا غي. غي أنا ضحكت. تيا غي أنت ضحكت. إل أ غي هو ضحك. Nous avons هاد أمغات بقاش غتولي بلاصتها أفون. Nous avons ri نحن ضحكنا. Vous avez ri أنتم ضحكتم. Ils ont مغتبقاش أ غتولي أون مع إل أفيك إس. Ils ont ri هم ضحكوا. لكن هنا مكاينش من بعد هادي هاد أ ماشي بعد منا فعل. شنو بعد منا؟ لا بال بعد منا اسم. إذن غوني أ ما بال. إذن غوني عنده. غوني عنده كما نقول أن غوني يملك. ما بال. ما بال. كرتي. كرتي. إذن غوني عنده. إذن غوني عنده. إذن نتكلم عن الملكية هنا. ما بال. كرتي. إذن الكرة ديالي عند غوني. إذن غوني أ ما بال. غوني أ ما بال. ممكن أقول جي ما بال أنا عندي كراتي. تيا بنفس الطريقة التي رأينا قبل قليل واللي كان من بعد النفعل. تيا ما بال أنت عندك كراتي. إل أ ما بال هو عنده كراتي. نوزافون ما بال ممكن يكون هذا نحن عندنا كراتي إلى غير ذلك. ثم عندنا فواسي ها هو لا موطو دو بابا. Voici la moto de papa. Voici la moto de papa. هاي الدراجة النارية لأبي. ثم عندنا voici ma moto. Voici ma moto. ها هي دراجتي. Voici ma moto. ها هي دراجتي. ثم عندنا ميغو إلا. ميغو إلا. تصور معي أقول مثلا ميغو إلا. شنو المقصود بهذا الكلام؟ ميغو إلا يعني أن ميغو هو موجود هنا. ولكن شوف هنا عندنا واحد البوان دانتيغوغاسيون. عندنا بوان دانتيغوغاسيون. عندنا بوان دانتيغوغاسيون. عندنا نقطة استفهام. شنو المقصود بهذا الكلام؟ المقصود به بأننا خاصنا نغيرو الصوت هنا. ما غنقولوش ميغو إلا. هنا غتولي بحال عندنا جملة إخبارية. أش تنخبرو؟ تنخبرو بأن ميغو راه كاين هنا. ميغو راه موجود هنا.
ولكن هنا راه كاين سؤال. اذا المقصود به غنغيروا الكلام باش يولي على شكل سؤال، شنو غنقولوا؟ سنقول ميغو إلا، ميغو إلا، واش ميغو كاين هنا؟ واش ميغو كاين هنا؟ اذا نقول ميغو هنا، ميغو هنا، اذا ميغو إلا، اذا نقول فواسي ميغو، اذا فيكون الجواب فواسي ميغو، ها هو ميغو، ها هو ميغو، فواسي ميغو، ها هو ميغو. ثم روني اي مالاد، روني اي مالاد. لاحظ هنا اتر، عندنا اتر، ما غنقولوش روني الا، ان روني موجود هنا. قلنا في هذه الحاله التي عندنا هنا، اذا عندنا استعمال اخر لهاد اتر لفعل كان. روني اي مالاد، روني هو مريض، روني مريض. لا نتكلم هنا عن روني بانه كان في الماضي مريض، بل هو يكون الان مريض. روني اي مالاد، روني انه مريض الان. Nous prenons ces images comme nous le voyons à la fin de cette page. Nous prenons la première image, qu'est-ce que c'est? C'est la moto de papa. C'est la moto de papa. Qui est-ce? C'est Mina. C'est Mina. Il n'est Mina. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Miro. C'est Miro. Qui est-ce? Qui est-ce? Mentekun? Qui est-ce? C'est la dame. C'est la dame. Et enfin, qu'est-ce que c'est? Wafnaye Mahada. Et enfin, qu'est-ce que c'est? Mahada. C'est Laura. C'est Laura. Innahu al-Fa'r. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.